برمضان بكون يعني عم شوف نحن كثير منعجق برمضان، بتطلع على الشاب اللي يعني هو مسؤول عن امننا، يعني ما بعرف شو اسئله تسميه، الشاب اللي يعني كتر خيره انه هو بيقضي كل الوقت لحتى يحمينا ببيتنا، بشوفه هو مجمع هو واصحابه، والله العظيم اسعد من اي حدا تاني. وبعرف كثير ناس يعني اصدقائي يعني من الناس اللي مرموقين بالعالم العربي، مو كلهم عندهم هاي السعادة يلي عند حسن. حسن مبسوط أكثر، بيتجمعوا بينبسطوا، بيشوفوا تلفزيون يمكن ساعتين باليوم، هذا الوقت الفاضي اللي بيكون عندهم، عارفين ينبسطوا. هو صحن الفول هذا بالنسبة لهم كثير مهم، وبيعملوه أطيب من اللي نحن بنعمله، حتى أكلاتهم يعني أطيب. فيعني هي ما لها علاقة، يعني الغلبانين مبسوطين أكثر من الغلبانين راضيين، رضا يعني أكثر من أي حدا. جاوب كثير الغلبانين مبسوطين أكثر من الفلوس والغير، ولا هي لا هي السعادة ما لها علاقة، ما لها علاقة بفلوس إطلاقا. واسأل ناس يعني يا أما عندها فلوس يا أما بيعرفوا اللي عندهم فلوس. أنا بعرف اللي عندهم فلوس، أوقات بيكون عندي فلوس وبتروح، يعني أنا بين إن وأوت بالفلوس. إيه بس اللي معهم دائما انا بعرف ناس منهم كثير، مو كلهم عندهم هي السعاده، فيعني ما لها علاقه. هي السعاده كنز لا يفنى، سواء في فلوس هو انت او ما فيش فلوس. الحمد لله ايهاب، الحمد لله انا مبسوط. يعني مو بناء، لا بناء يعني مو بالمعنى المصري بالسوري، يعني قصدي دائما بده الاشياء كلها مظبطه ومرتبه لحتى يعمل مشروعه. صح. اللي هو اسمها ايه بالعربي؟ لا 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 انا وبتنق انا بغزل برجل حمار. بس اسكت. بس انت لا 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 زنان، يعني انت قصدك مش زنان، هي ليها اسم بالعربي استنى يعني. لا اقول لك حاجه، انا إيه؟ انا فراق. لا ولا اي فراق، يعني اقول لك يعني ايه فراق؟ محسوك يعني. لا هي بقول كلمه محسوك. لا لا مش محسوك. لا انا مش محسوك. نمكي لكن. نمكي يا سلام. انا نمكي. طب ثانيه واحده اتكلم عن نفسي يا جماعه. لا لانه الا كنت اتجوزت. انت عن نفسك، انت لازم الناس اللي تتكلم عنك. الناس تتكلم عنك، اتعلم كده طول حياتك، ما تتكلمش عن نفسك. انت هتعلميني يا ماليزا اتكلم ازاي لما تكبر؟ لا انا وهي ما قصدها، هي ما قصدها انت. لا 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 والله حاجه هنا يا مصطفى، لا حل بقى لو سمحت. انا بعرف معاكي وقت حلو قوي النهارده. لا بس دقيقه، لا والله هي والله العظيم ما قصدها. يا لطيف شو قوي. خلاص يا ايهاب براحتك. خلاص بص انا قاعده عشان اصلي دقيقه بلا غلاظه، والله العظيم بتهزر معاك، والله بتهزر معاك. خلاص يا اصلي بقى خلاص اقعد يا غليظ. طب اطلعي لي. طيب عيب. انا اشهد لك. انا اشهد لك. خلاص اشهد لك. لا هو عاملها عشان بابا. اشهد لك عشان بابا. انت مكافح. مكافح طبعا. مثابر. مكافح ايه ومثابر ومصمم وصابر. لا هي حقيقه. امين يا رب. صابر و ونمكي. لا لا ويعني ما بيطمنش بسرعه، يعني لازم يثق قبل ما تروق. يا مريض في ايه؟ صدقني اهم حاجه. طب انا اقول لك بقى، بص بقى مريض تنكس. صار اسمك مريض. انا لا مريض وش يعني. خلاص ليزا دي كانت البطاقه. ليزا دي قبل ما نيجي عند الاصاله خدي بالك تنكه جدا. بصوا عامله ازاي يا جماعه. بص انت بتكذب جدا. بص شايف حاجه. بص انا اكتر واحده تنكه بشوله. هي مو يعني مغروره. انا مغروره هي. لا بالمره هي اهو اطلاق، يعني ما لها علاقه بالغرور. الحمد لله. بتعرف الغرور شو؟ لا بحياه ابوك دقيقه ثانيه. الغرور انك انت الغرور فيه طبعا شويه غيره، هو كثير مرتبطين ببعض. بدك تعمل المستحيل بنفسك لحتى تكون انت بهي القعده الاهم وكل الاشياء. هي ما عندها اياها. انا كده هي عطاقه بشكل. بص بص والله العظيم البراءه. وما عندها اخلاق البنات. ما عندها يعني حتى اخلاق البنات اللي ما عندها اخلاق البنات. بص انا بتعلم. ما عندها اخلاق البنات اصلا. لا اخلاق البنات الثقيله. لانه البنات اوقات هيك يعني بيكونوا كثير انانيين بالاشياء. نورتنا. ميرسي جدا لحضورك معنا. ميرسي يا جماعه. شكرا. ميرسي يا صالح. هنستاذن معلش. ايوه يا بسبقني بقى. لا هلا عايز اروح. هي قالت فيها شهاده حق وعلى راس من فوق. والله يبقى لا هي حقيقه. انا عم اقول لك عيوبك الحقيقه. خلاص انا اسف. انا اسف يا مريض. انا اسف يا جماعه. اسكت بقى خالص. انا اسف. اتفضلوا كل حاجه تشربوا عليها. بس نلهي حالنا انه بحب اقوم اعمل لكم سندوتشات. اوقات اذا شفتي حدا ثقيل تعملي حالك عم تبعتي مسج بالموبايل او عم تحكي وبتكوني ما عم تحكي بالموبايل. لا خالص. انا بعملها. تصوري ليه يعني ايه لما تشوفي حد ثقيل بتعملي يعني اذا شفتي حدا ما جاب بالك كثير تاخدي وتعطي معه؟ لا انا بنسحب. انا بخش اعمل اي حاجه والله. يعني بستاذن لاني يعني بنحرج اني هيك اعمل هيك. مو بنحرج، مو قصدي انه انت يعني وقحه. لا مو هيك.
قصدي كل واحد ميرسي يا اسوي في لسه كنت بتشكري ردت فعل. انا مثلا على سبيل المثال في عندي اشياء بعملها فظيعه يعني ما منطقيه ما حدا بيعملها يعني ما حدا عنده شويه بس بالاخر طلعوا طيبه يعني لا ولا طيبه ولا شيء كفايه بقى كفايه كل ده فظيع بس من ناحيه معينه قاعده جنبي تبعتي مسج عارفه ان انت مطيقاني لا انا قصدي مو انت عمري ما بعت مسج وانت قاعد معي بس اوقات انا بكره المسجات خلاص من يعني اوقات مشان تهربي من قعده ثقيله بتقومي بتعملي انك يا عم تبعتي مسج او حاجه او البي بي ام اللي دمر حياتنا البي ام والواتساب دمرني انا واتس ابلكيشن طول الوقت بحط تاكل لا يا حبيبتي ربنا يخليك بيبي ثانك يو حوت انتوا لانه بعيد عنكم خدوا حطوه جنبكم في هنا والا حقك هاني ما تحطش في جيبك يا هاني حط حرام تقعدوني جيت اصلا في البيت ما تهزر طارق يعشق النت سؤال قال لي معلومه طبعا اشك فيها بس هي المعلومه مع انه هو ما بيكذب ابدا قال الكاجو شو بتسموه الكاجو ايوه الكاجو ما بيسمن قال الكاجو بالعكس بينحف لا دي مش حقيقه خالص الكاجو قبل ما نظلم عايزين نرجع يعني نرجع لمرجع علمي ونسال لا يعني انا كل على ما اعتقد يعني. كل الحاجات دي بتتخن ما بشوفه بيرفعوا يعني بياكلوا كتير وبطونه لا 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 تيتو عنده حق عنده حق ايوه الكاجو بيرفع عن... بيرفع يا ايهاب احنا كاجو بيرفع احنا لا لا ما ممكن كلي بقى يا مريض كلي كتير مش هاكل كاجو طبعا بيخسس لا 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 طبعا لا لا انا طبعا الفتره الماضيه اتدمرت انا اولادي عمرهم 4 شهور وانت سمعتي كلام طارق انا دمرت لا ما باكل كاجو شاكه بالمعلومه انا خايفه يكون جوزي بده مثلا يتخني بده يعمل لي ستايل هي شو اسمه بده يعمل لي ستايل بده يعني بس غني والبس هذا البس يعني شوي غريب يعني شاكه بالمعلومه لان بطنه كبير يعني بطونه كبير على انه بياكل كاجو يخس وطب وانت رايحه يعني هو يعني لو الكاجو بينحف كان جوزي رفع كتير لان بياكل كتير كاجو لا ده هاني انت موضوعك مو بس كاجو يعني موضوعك طب والله العظيم ثلاثة هاني خس لا هاني كان بيعمل والله العظيم خاسس عن المره الماضيه هاني والله العظيم مش تهريج كان في الاول اول ما ابتدينا الباند كان حاطط البركشنز الاثنين دول وهو مسمي كرشه سداوي سداوي يعني حد سداوي هو اسمه مسمي سداوي فروح مطلع سداوي على البركشن حاطه ويبتدي بقى يعمل والله كان عالمي يساعدني ساعدني كتير وبعدين لسه ما زال موجود الاخ نص سداوي لا والله رفعان ما شاء الله لا قوه الا بالله برافو عليك والله بطل لا رفعان وحتى وشك حليان ماشى وصاب كده ابتدى يقرب من رائد شويه يعني في الشكل ابتدى طب يا جماعه انا عايز اسال سؤال يعني انا بقى عند اصاله في البيت وما نغنيش اغنيه الاصاله معقوله يعني ما برضو قله ذوق منك يا مايكل بصراحه كلمت والله قله ذوق منك بس مايكل يعني اليوم اول يوم بيكون ساكت شيء غريب شيء يعني كانه حبيبته مثلا عامله فيه فصل ناقص لا لا خالص احنا لسه خارجين امبارح انت وياها صح يا كذاب ايه ليه مو على اساس بده يجيب لي الحلو اللي بتعمله حماتر لا مامتي بيتي فور شفت بقى شفت انت بتبقى عليها مو على اساس صح انا اسف وولدت وبلشت بالريجيم طب ليه لا خلاص حاضر لا بس شو الفكره انك قلت لي ووعدتني وعشمتني وما جبت هي الفكره ان هو بيبقى حلقه رسميه كثير بس قل لي ليه حلقه رسميه يعني في الاعياد بين البوتاجاز من 5 شهور لليوم ما مرقت ولا مناسبه ولا عيد اعتذر يا مايكل خيرها في ولا عيد الثوره خلت حياه صحيح بس روح قلبي انت سبيشال لازم يتعمل هو العيد امتى اللي بتعمل ماما فيه البيتي فور ان شاء الله في شهر 1 قول والله والله شهر 1 هذا اول عيد بيجي بالنسبه لك عيد ال 7/1 25 ديسمبر خلاص 25 ديسمبر خلاص 25 ماشي وهي المواد الاوليه يعني ما بتنبع الا قبل العيد باسبوع المواد الاوليه عشان ما فيش عشان التحضير وال مايكل ده طنط تعمل مخصوص يا حسن لا لازم مايكل غريب تعبني مايكل حتى ما عم يجاملني اللي مثلا بجيب لك اياها وانت اقرب عيد عندكم انت بص بتقول انا يا عمي انت مش عاجبني بهذا الشيء هذا بتقول لك مايكل يعني حتى مثلا مش بيجابلني يقول لي مثلا شهر واحد طب انا هعمل لك لا عادي يعني ايه مايكل
ايه ده؟ يا مايكل مالك؟ انت راجل قول لها ده انا عامل لك 5 كيلو فورمات. انا حاسس بفتنه طائفيه على فكره هتطلع من البيت ده عشان تبقوا عارفين. انا ما راح مسلمين ومسيحيين. تعالوا نغني هيله من عينيا. شو هي؟ هيله؟ هيله هيلا يلا تعالوا نغني بمناسبة بقى عشان نفض الاشتباك ده عشان نفض عشان هي انا طب شو بقول فيها يعني شو ده قولي الاذان الله الله قولي الاذان نفسي اقول اذان مره بس ما بصير البنت قال تقول الاذان يعني اصلا انا قلت اذان في غنى الاذان عندنا اسمها مش كفايه ماشي يلا يلا بسبحك يا ربي يسوع انت حبيبي ومالي قلبي وكل قلبي مليان خشوع بسجد لك ربي اقبل حبي بسبحك يا ربي يسوع هنصوم 30 هيلة وخمسة وخمسين هيلة نفطر مع مصر هيلة بالحب نخلي هيلة الدرس انتهى هيلة ونزلنا الفسحة هيلة قالوا عننا متنا هيلة وقروا لنا الفتحة هيلة من 30 سنة هيلة سايبين ويزودوا دقنا هيلة عملونا مواسم هيلة يحصدوا أرواحنا هيلة ما كانوش فاهمين هيلة إننا صحيين هيلة مش معنا سكتنا هيلة إننا خايفين هيلة أصغرنا نقرر علي وطيها لم اللي ظلمها في المزرعة فجأة هيلة 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 ولما اطمن هيلة نضف حواريها هيلة زوق جناينها هيلة بالدم الطاهر هيلة واندهش العالم هيلة هيلة الدرس الشعبي هيلة واضح وصريح هيلة واحلم حلمنا هيلة واعرف اننا هيلة اقوى من الريح هيلة اقوى من الريح هيلة يا بلاد ده عهدي هيلة ما يمسك حد في حياتي وبعدي هيلة هتعيش بجد يا عروسة هيلة مصر المحروسة هيلة من قبل البحري على أرضي وبحري وأنا قد العهد